السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير خارج البلاد وداخل البلاد، مسلمين ومسيحيين، يا رب يكون كلكم بخير يا رب، ويخلي كل البلاد العربية ما تجيبهمش أي حاجة وحشة ويمنع عنهم البلاء والوباء ومصر وكله يا رب. حبايب قلبي وحشتوني، عاملين ايه؟ ادعوا لي ربنا يشفيني عشان تعبانة والله. ربنا يشفيك يا رب. بس بشتغل بقى معاكم عشان تعبانة، معلش. نعمل النهارده معاكم الجلاس. كلموا زمزم بقى الجميلة اهي. قولوا اعملوا لايك عشان خاطر الزمزم. اعملوا لايك عشان خاطر التيتا. تسلمي لي يا عمر، بص احنا هنعمل بقى جلاتي مع انا وزمزم. اهي ده كريم شانتيه ربع كيلو. خدي معاكوا كده. استني يا وزه، ده معلوش سكر يا عبير، ده خام من غير سكر، ودوت لبن بودرة بدل اللبن المجفف. ده ناخد ايه 3 معاليق لبن برضو كده عليه، بيخليه طعمه حلو قوي. على ربع كيلو 3 معاليق وشوية، يعني ما يقصرش، مش مضر يعني. تلج حطها في الفريزر. بص حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هنضربه ونرجع لكم تاني. بس الزمزم اللي بتعمل معاك الجلاطه هيبقى احلى جلاطه. انا بص يا جماعه، السلم كده وشوف حبايبي، عملناه على 3 اجزاء ومش كتير يعني. هنحط هنا بالفانيليا. ده ايس كريم بالفانيليا. ايس كريم بالفانيليا ريحتها حلوه يا جماعه. هاتي اللون. ودوت بالمانجا. ما عنديش مانجا كده، هنحط مانجا عصير. شرب عصير. شرب. تعمل لك شربة ايس كريم. والتالت فراولة. ده بقى نضربه كده اهوت. لسه هيتجمد في الثلاجة، هيبقى حلو قوي. انا عاملة حبة صغيرة عشان ايه يعني، ايه اصور معاكم عشان خاطر زمزم عايزة تعمل عايز كده. اجيب المانجا، لما نجيب المانجا كده وبعدين نبقى نعمل المانجا كده. ومي ويوسف وزمزم، ونعمل لهم، عايزين نعمل لهم ايس كريم. ده بالفراوله، عندي الفراوله مجففه، فبنقطع منها ايه حته كده ونعملها بيه. قبل ما يجوا بقيه الاحفاد واعمل لهم بقى حبه كبيره بقى، كل واحد كده اللي هو عايزه، يكون جبت المانجا وعملت لهم بقى. لسه بقى هنحطه في العلب، بعدت اجيب علب صغيره، ودوت بالمانجا ودوت بالفانيليا. ايه رايكم؟ دي حاجات كده ايه، اتصور معاكم تجربه قبل ما يجوا بقيه الاحفاد بقى واعمل لهم كميه كبيره، وكون جبت بقى المانجا وجبت لهم العلب بتاعت الجيلاتي وكده. ماشي حبيب قلبي، انا قلت بس اعمل معاكم حاجه كده عشان اتصور معاكم. ماشي، هتفضيهم ويتلجوا وتوريه لهم بقى. ان شاء الله لما العلب، بعدت اجيب علب، لما تيجي العلب افضيهم فيها ويتلج وهوري لكم بقى وهو متلج. بامر الله. ويبقى الف هنا، وشوف اللي هياكلوا حبايب قلبي، ولايكات بقى بتاعتكم، ولايكات لزمزم. زمزم عملت الجيلاتي جميل. قولوا لهم انا عملت الجيلاتي مع تيتا.
عشان صوتك واطي لازم تعلي صوتك عشان اللي بيحبوك يسمعوك. تتكسف ده ما تتكسفيش، ده في اليوتيوب بيحبوك. ماشي حبايب قلبي، ونشوفكم على خير يا رب، وربنا يخليكم لينا. على خير ايه يا حاجه؟ لما نعمله لسه لما يكبر بقى اوريه لكم ان شاء الله. ماشي، وهديكم حته كل واحد يجمد وترجع لكم تاني ان شاء الله. ماشي يا حبايب قلبي، باي باي دلوقتي. حبايب قلبي بصوا معانا، ماما عملت هنا الايس كريم اهو، هتوريه لكم دلوقتي. دوت بالفراوله، ده بالمانجا، ده بالفانيليا. هتوريكم بقى واحد واحد كده مع بعض. يلا معاكي يا امي. بصي يا حبايبي، احنا ما عندناش بتاعه الايس كريم. بصي بلمه كده اهو بالمعلقه دي كده اهو. بصوا بحطه في الكوبايه اهو. ماشي، اشكليها بقى يا ماما. طب انا هحط من كل واحده شويه. ده الفراوله. ده الفراوله. هي فراوله طبيعي، مش حاطه لون ولا حاجه، زي ما عملتها معاكم ووريتها لهم. دوت بالمانجا. بس المانجا كانت عصير، ما كانتش مانجا حتت يعني. يعني اول مره اعمله، بس قلت اعمله معاكم كده اهوت، وبعد كده قبل ما تطلع بقى المانجا ونجيب مانجا ونعمله معاكم بالمانجا الحتت. بصوا يا حبايبي، بصوا بتكرمشوا ازاي. بتلفوا كده برضو بالمعلقه. نشكل كده برضو. بصوا بلمه بالمعلقه كده. يعني الجيش قال اتصرف يا جماعه، افرضوا ما عندناش بتاعه الايس كريم، يبقى في معلقه اهي. كل علبه فيها معلقتها. بصوا بلمها ازاي. ده بالمانجا. دي بالفانيليا بقى. برضو بصوا اهي، بتلمها كده. بتطلع من الفريزر بس تفك شويه. وبعد كده بلمها. بصوا بالمعلقه ازاي. بصوا بتتلم ازاي حلوه. بصوا اهي ايس كريم مشكل، تحفه تحفه. جربوه يا جماعه، طعمه حلو جدا. يا حبايبي بصوا بصوا هي بتعملها ازاي. بصوا بلمها بالمعلقه قبل ما نجيب معلقه بتاعت الايس كريم ان شاء الله. بصوا انا نزلت النهارده لقيت الست مش موجوده. بصوا بقى احلى. بصوا بصوا جميله ازاي. بصوا الايس كريم نحطها بقى هنا. واحده كمان. ايوه بصوا بصوا ايه، سلمي بالمعلقه كده، تحطه في الكيس. اهي يا حبايب انا السب بقى طالع وعايز، بدل ما تشتريه من بره وبعدين بيحطوا بره الفاكهه مش مظبوطه، والفاكهه كتير ورخيصه يعني الحمد لله كويسه. لكن عندك الفريزر في قلبي الفراوله، طلعي واعملي. خلي بالك انت عماله تكتري الفراوله اكتر، ما تكتري المانجا والبتاع ده والفانيليا. عندك مانجا طلعي واعملي وبالفانيليا. عايزه تجيبي موز تعملي بالموز، تعملي بالكيوة. عبال بس ما نجيب معلقه بتاعته. اهو يا حبايبي بصوا ده كده اللي هي الفراوله والمانجا. حط ايه في المانجا تاني. طعمه حلو قوي يا جماعه، جربوه كده زي ما ماما عملته هتلاقوه حلو قوي. وبعدين بص لما بترتاح شويه بتمشي معاكي. حسن هيفرح النهارده. من الف انا وشوف اللي هياكل. الله يهنيك يا رب. عندك مكسرات عايزه ترش على الوش مكسرات؟ ممكن. تحفه تحفه. بص يا حبايب قلبي. جميل ازاي؟ هاتي هنا حته، حته مانجا، هاتي هنا مانجا. ماشي. عشان انا اللي هاكلها.
بصوا دي جميله ازاي وحلوه ازاي. بصوا حلوه ازاي. بصوا بقى طبقين كاسين. امسكي كده يا اما. جميل جميل على الكازانو. تعالي نقعد على البحر. ايه رايكم؟ بصوا بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. حاجه بيتها نظيفه وجميله وتاكليها بنفس ومش مكلف حاجه يعني. هو لبن البودره واللبن العادي الساقع المتلج وكريم الشانتيه الخام. تحط عليهم معلقتين سكر بس. كنت اعملي اللبن في الفريزر تجمده شويه. جمدت شويه يبقى تلج. حطي على الكريم الشانتيه على معلقتين لبن بودره وتضربيهم قوي معاكي وتروحي شايلاهم. بتشكلي بقى بالفراوله، بتشكلي بالمانجا، بتحطي بالفانيليا، بتقسميه في العلب. يعني لما تجيبي ربع كيلو، ربع كيلو حلوه قوي، يخلص تعملي غيره. ده كان ربع كيلو كريمه. ده كان ربع كيلو كريمه وعليه 4 معالق كريم شانتيه بتاع ده وبودره لبن بودره. وثلاث معالق سكر. واللبن؟ وكوبايتين لبن. حلو والله. البلدي بتاعنا متلج. البلدي. يعني كنا غالياه متلجاه في الفريزر. وتعمليهم بقى وتعمليهم وتحطيه. واحلى جلاتي معاكم، اتفضلوا معانا يا حبايبي. ويا رب يكون عجبكم باذن الله. طب مش دوقي حته كده عشان تقولوا لهم يا سلام يا سلام الله. بس الجمال. بص طعمه جميل قوي. ده ابو فانيليا. الله الله. خدي من المانجا بقى حته. ده بالمانجا. بس المانجا كانت عصير. مش قطع. مش قطع، لو قطع يبقى احلى كمان. والله في منتهى الجمال. الف هنا بألف هنا. بقى كل واحد ياخد له كوبايه. نص جنيه بس. يلا. ان شاء الله كده. مش عايز تقول لهم حاجه؟ نشوفكم على خير يا حبايب قلبي. ربنا يخليكم يا رب ويبارك فيكم. واعملوا كل شيء جميل في البيت. الحاجات في البيت جميلة قوي والله، بتبقى حلوة ونظيفة. اني المعالق يا ماما جاية عشان اصورهم تاني. بس اهم يا حبايبي. ايس كريم الحاجة ام عبير يا جماعة. حطوه في الفريزر وقت ما تيجوا تاكلوا طلعيه، ده 5 دقايق بس وتروحوا واكلوا منه. جميل قوي والله. والصيف جاي عليكم، ممكن تعمليه بالبطيخ، ممكن تعمليه بالكيوة، ممكن تعمليه بالموز، بالفراولة، بالمانجا. يعني معاك الاختيارات اللي انت عايزة تعمليه. والابيض عايزة تحطي عليه حبة فانيليا بس، يبقى بالفانيليا. انا بحب ابو فانيليا، بحبش اي حاجة تاني. والله طعمه جميل اوي، هيعجبكم. بلف انا واشوف اللي هياكله حبايبي. وربنا يخليكم وتعملوا كل شيء جميل ان شاء الله، ونعمل لكم كل جديد باذن الله. وان شاء الله نعمل لكم كل حاجه حلوه، وربنا يخليكم لينا يا رب. وما نحرمش منكم ولا من اللايكات بتاعتكم. شوفوا الجيلات واعملوا لايك للجيلات، 100,000 لايك يا جماعه. فين زمزم؟ انا تعبت منكم يا جماعه. 100,000 لايك يا جماعه ولا لايك. بصي يا كوكي الجيلات، ايه رايك فيها كوكي؟ جميل قوي. اما تيجوا اعمل لكم ان شاء الله. ان شاء الله يا حبايبي. ان شاء الله. انا عامله ده بس كده اول مره، وبعد كده عشان بحب اعمل حفاظي كل حاجه حلوه ان شاء الله. ربنا يخليك يا حبايب قلبي. نشوفكم على خير يا رب، وخارج البلاد وداخل البلاد، وربنا ما يجيبش حاجه وحشه. اللهم امين. ويخليكم لينا يا رب حبايب قلبي. ويشفي يوسف ويخرجه بالسلامه يا رب. يوسف ابن حماده. حماده حموده. حماده حموده. يا رب. عشان في المستشفى ادعوا له والنبي ربنا يخليه لابوه يا رب، هو وعمر، ويشفيهم ويخليهم يا رب. اللهم امين يا رب. ويخليهم ابوهم. اللهم امين. وامهم وستهم وكل الناس اللي بتحبهم يا رب. وكل الناس اللي بتحب يوسف وعمر ربنا يخليهم يا رب. يا رب يا رب يا رب يشفيه ويطمنا عليه. اللهم امين. ماشي حبايب قلبي، سلامة الله، واشوفكم على خير بامر الله. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد وفي كل جديد. ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.